صباح اهلا وسهلا بيكم الناس الكل على 93.3 راديو الحياة FM.net. صوتي 5.0 الوقت هذاك العادة نعطيكم آخر الأخبار الطبية والصحية خاطركم توما تسمعوا في الماجازين الوحيدة المختصة في الصحة. كوادنوف سانتي. السبور يعزز إفراز الهرمون بالسعادة، تحس روحك فرحان. هذه هي حسب آخر الدراسات، من معروف أن ممارسة التمارين الرياضية مفيد لصحة الدماغ، وين السبور يحسن الحالة المزاجية ويقوي الذاكرة، وخاصة يحمي بدنك من عديد من الأمراض. كما أن التمارين الرياضية تسهم في تحسين السلوك الحركي عند الأشخاص المصابين بمرض الباركنسون، ولكن الآلية الدقيقة الغير المعروفة، وخاصة أن تقول دراسة جديدة في النيورولوجي جي، أن السبب يكمن في زيادة الدوبامين، وهو ناقل عصبي ضروري للتحكم الحركي والعاطفي الذي يتراجع مع تقدم المرض. ويعد الدوبامين أحد الهرمونات المهمة في الجسم، ويعمل ذلك الهرمون كناقل عصبي في الدماغ، كما يسبب إفراز شعور بالسعادة. وفي الدراسة نفسها فحص الباحثون مستويات الدوبامين على 30 من العينات يوميا على 30 يوم من الجري أو الخمول، وتأكدت أنه زاد إفراز الدوبامين في الدماغ، بينما لم يكن هناك تغيير في العمليات الغير النشطة. هذا نذكركم أن السبور هاكم شفتوه كيما مفيد صحيا حتى عقليا والإحساس بالسعادة، هذا ينجم يفرزه بالتمارين الرياضية. كانت هذه كوادنوف سانتي بالنسبة لليوم. أهلا وسهلا بكم، أسألتكم ديما تطرحوها معنا على الباش أوفيسيال فيسبوك. ألو دكتورة، بارتير من الجمعة الجاي يكون حاضر معنا الطبيب في ساعتنا الأولى والثانية ويجاوبكم على أسألتكم الكل.